بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعاً. إن شاء الله تكونوا جميعكم بصحة وخير وسلامة وسعادة. شو هاليوم السيء يا إخوان؟ والله ما نعرف. مع الأسف يعني، الله يعيننا ويكون بعوننا ويقوينا ويوفقنا يا رب ويسدد خطانا. اليوم محاضرة رقم 8، مش محاضرة هينة أبداً أبداً، فديروا بالكم منها، تمام؟ لا تعوتها. علامتها مع التحديد ان شاء الله تكون مضمونه، لسه ما بنعرف شو التحديد بس ان شاء الله تكون مضمونه يعني، وان شاء الله انا اول ما نعرف التحديد راح انزله باذن الله تعالى. اليوم محاضرتنا عن النقرس الجاوت، ف يعني شو هو النقرس؟ كيف بنعالجه؟ كيف بيصير؟ شو بيصير؟ والى اخره. هاي هي المحاضره باختصار، تمام؟ الجاوت من وين بيجي؟ كيف بيصير؟ بيقول لك هو عباره عن ترسيبات باليوريت كريستلز بتكون بالتيشوز، تمام؟ وبتعمل لي بالتالي هذا الترسيب بيعمل لي انفلاماتوري ريسبونس، حلو؟ تمام. الاكيوت جاوت يوجوالي كوزز بينفول ديستال ارثرايتس، يعني بيصيب لي انا من وراء الالتهابات اللي بتصير انا راح يعمل لي الم، وبالديستال ارثرايتس راح يصيب الايش؟ الجوينتس البعيده. تمام؟ بس كوز بت ات اولسو كان كوز جوينت ديستركشن، اكيد بسبب الكريستلز هاي راح يعني مثلا خلينا نتخيلها انه هاي الكريستال عندها pointy edges، عندها شغلات مدببة، فبالتالي راح تعملي مثلا تآكل، ومن وراء الانفلاميشن برضو. subcutaneous deposits بنسميها توفي، لما تروح على التيشيوز وتروح على subcutaneous tissue وتروح تستقر غاد بنسميها توفي. and renal calculi بتعمل لي حصوات وبيعمل لي renal damage كمان، ممكن تأثر على الكدني. The pathophysiology of gout is understood incompletely، يعني احنا مش فاهمينه تماما، ولكن هو مرتبط انه انا يكون عندي يوريك اسيد بالايش؟ بالدم. هايبر يوريكيميا، يعني انا عندي زياده من اليوريك اسيد بالايش؟ بالبلد. ولكن هذا الاشي يعني اقول لك السابق، يعني الهايبر يوريكيميا هو مرتبط بشكل جدا رئيسي انه يعمل لي جاوت. فبالتالي انا مثلا باختصار اسهل طريقه اني اقول لك انه والله كيف بصير انا عندي او شو سبب جاوت، بقول لك انا عندي زياده عن الحد الطبيعي باليوريك اسيد في الدم، وهذا مسبب خلينا نحكي رئيسي انه انا يصير عندي جاوت، يصير عندي نقرس. تمام. بقول لك اليوريك اسيد هو الاند برودكت تبع البيورين ميتابوليزم. البيورين من وين بيجي؟ بيجي بقول لك من البريكنج داون تبع الدي ان اي. هسه انا تحطم الدي ان اي، واحنا عارفين انه الدي ان اي بتحطم مثلا كثير، اتحطم الدي ان اي بصير انا عندي بيورين، بصير البيورين ميتابوليزم، بالتالي بنتج انا عندي ايش؟ يوريك اسيد. تمام. اليوريك اسيد انسوليبل، بس انسوليبل بمقارنه مع اثنين، هايبوزانثين وزانثين بريكوسورز، هذول الاثنين سوليبل. لما اقارنهم باليوريك اسيد بقول لا، اليوريك اسيد انسوليبل بهاي الحاله. تمام. بس بقول لك لما يكون بوضعه الطبيعي ونورمال سيرم ليفل راح يكون قريب كثير من السوليوبيليتي. تمام. راح يكون كثير قريب، يعني مش كله سوليوبل ولا كله انسوليوبل، بقول لك كثير قريب بيكون من السوليوبيليتي، يعني بامكاني انا اعتبره سوليوبل. ولكن لما انا يكون عندي بحاله الهايبوزانثين والزانثين بيكون انسوليوبل. تمام. و اضافه معلومه بقول لك بحاله الهايبر لما يكون انا كثير عندي مستواه في الدم بيكون برضه انسوليبل. يعني باختصار انا بجيك بسالك بقول لك يا حلو، متى انا بكون عندي يوريك اسيد انسوليبل؟ بتقول لي بحالتين يا مهند. بقول لك شو هم؟ بقول لك لما اقارنه بالزانثين والهايبوزانثين، بقول لك تمام. شو الحاله الثانيه؟ بقول لك لما يكون هايبر في البلد، بقول لك تمام. بقول لك متى بيكون انسوليبل؟ بتقول لي بحاله واحده اذا كان نورمال، اذا كان انا وضع طبيعي بالدم بكون ايش؟ قريب من السوليبل وليس سوليبل. تمام. بقول لك في كثير من المرضى هايبر يوريسيميا arises from under exertion rather than over production of urate. بقول لك انه والله كثير من مرضى النقرس ما بيكون السبب انا زياده بتصنيع اليوريك اسيد، بيكون السبب في قله انه يخرج من الجسم، عرفنا؟ يعني ما بيكون سبب زياده تصنيع، لا بيكون الجسم مش راضي يطلع يوريك اسيد بالنورمال فيسيولوجيكال مثلا الوضع مثلا الفسيولوجي الطبيعي، عرفنا؟ فانا مشكله مش انه انا عندي اوفر برودكشن، لا بقول لك انا عندي اندر اكسيرشن. الميوتيشنز اوف وان اوف رينال يوري ترانسبورترز يوريت 1 ار اسوسييتد وذ هايبو يوريسيميا. يعني باختصار ومنطقيا انا عندي ترانسبورتر اسمه يوريت 1،
لما يجي اليوريك اسيد يروح على البروكسيمال تيبيولز، بالبروكسيمال تيبيولز انا شو الطريقه اللي بتكون عندي؟ بتكون عندي ري ابزوربشن. هسه هذا ترانسبورتر بيشوف اليوريك اسيد طالع من الجسم بيقول له تعال جاي، اليوريت 1 بيقول لليوريك اسيد تعال جاي، انا بديش اياك تطلع برا الجسم، انا بدي اخليك عندي، بعمل لك ري ابزوربشن. هسه اذا صار انا عندي ميوتيشن باليوريت 1، يعني اليوريت 1 بطل موجود، في حدا يقول لليوريك اسيد تعال بديش اطلعك من الجسم؟ ما في حدا، فبالتالي بيقل مستواه في الدم. تمام التمام. اليوريك افكت اوف بنزو برومامون بنزو برومارون and propionate can be explained by inhibition of this transporter. يعني بقول لك انا عندي دوايين، هذول الدوايين البنز والبروبينيسيت they increase the exertion of the uric acid in the urine. كيف بيعملوا لي exertion؟ بيعملوا لي زياده بالexertion. كيف بيطلعوه بشكل زياده بالجسم؟ بقول لك انهم بيعملوا لي inhibition لليوريت 1 واللي هو اي any mutation او under working يعني under activation تبع اليوريت 1 بيعمل لي هايبريوريسيميا، وهذا الاشي اللي انا بدي اياه في الجاوت بيشنت. اليوريت tends to crystallize as monosodium urate in colder or more acidic condition. يعني بيقول لك اليوريت بروح يعمل لي بيعمل لي بروح ياخذ شكل كريستالي زي المونوسوديوم. يعني لما انا يجي عندي اليوريك اسيد وينضاف له صوديوم، تمام، يخسر هيدروجين وينضاف له صوديوم، بيعمل لي كريستاليزيشن، يعني بصير انا عندي ايش بشكل كريستالي. باي حالات انا بصير بخسر صوديوم بخسر هيدروجيني وبنضاف عليه صوديوم؟ بقول لك في حالات الكولدر بالبروده والمور اسيديك كونديشن. تمام، ليش اسيديك كونديشن؟ معناها بالوضع الاسيدي بتبرع بذره هيدروجين وبالتالي بكسب ذره صوديوم. تمام، مونوسوديوم يوريتيك كريستالز اكتيفيت مونوسايتس ماكروفاجز فيا ذا تول لايك ريسبتور. بيقول لك الان لما صار مونوسوديوم يوريتيك كريستال راح شغل لي الماكروفاجز هالحيوان عن طريق التول لايك ريسبتور، فبالتالي بيعمل لي انيت اميون ريسبونس، فبالتالي بيعمل لي انفلاميشن. This results in secretion of cytokines, interleukin 1 beta, TNF alpha, بيعمل endothelial activation على vascularization, attraction of neutrophils to the site of inflammation. يعني بالتالي بيعمل لي inflammation. هذا كله احنا عارفينه اخذناه من قبل، انه انا صار عندي activation لشغله بروح مثلا بيعمل لي releasing the cytokines، بيعمل لي releasing the interleukins و TNF alpha، بأثر على الفاسكولار مثلا endothelial على endothelial vascularization، بروح بعمل لي attraction لايش لاميون سيلز، بالتالي بروح يعمل لي inflammation. neutrophils secret inflammatory mediators that lower the local pH lead to further urate precipitation. بيقول لك يعني ضربها على الوجع، يعني neutrophils لما تعمل لي secret inflammatory mediators بالتالي بتعمل لي lowering للـ pH، واحنا حكينا انه more acidic environment بتعمل لي crystallization له، وهذا الاشي يعني كيف عليه اليوريك اسيد، فبتعمل لي ايش برضو precipitation. تمام، الان الساينوفي هسا انا عندي joint، تمام انا عندي هنا joint، تمام حلو الحكي. بقول لك synovocytes phagocyte uric crystals، انا بتيجي عندي بالساينوفيال فلويد الخلايا تبعت الساينوفيال فلويد بتروح تبتلع الايش اليوريت كريستلز، حلو، بعديها بصير انا بتعمل سيكريت انفلاماتوري ميدييترز، بقول لك تمام، which act attract to activate pleomorphic leukocytes mononuclear phagocytes macrophages. يعني هاي هذا الحكي بصير بالجوينتس. طب كيف انا الان فهمنا كيف بصير انا عندي ارثرايتس بالديستال مثلا ديستال جوينتس، صح حكينا انه الجاوت بيعمل لي بالديستال جوينتس ارثرايتس، بتقول لي التهاب مفاصل، بقول لك طب كيف بيعمل لي التهاب مفاصل؟ بقول لك والله صار له مثلا كريستاليزيشن يوريك اسيد وراح على الجوينت، بتروح تيجي السيلز تبعون الساينوفيال فلويد بتروح تبتلعه، الابتلاع هذا بتروح تعمل لي اتراكشن لليوكوسايتس والماكروفاجز، بالتالي بصير عندي انفلاميشن. فدراكس اكتيف ان جاوت انهبت كريستال فاجوسايتوسيس، فاذا بدي انا امنع وصول يعني اقطع الانفلاميشن بدي ابلش باول خطوه. اول خطوه لما انا صار عندي ايش فاجوسايتوسيس من قبل الايش ساينوفيوسايتس، اذا منعت الساينوفيوسايتس تبتلع اليوريت كريستلز انا شو بصير؟ ما بصير عندي انفلاميشن، صح ولا لا؟ وبالتالي شو بتمنع لي؟ بتمنع لي وصول ايش تمنع لي وصول البروستاجلاندينز انترليكين 1 انترليكين ال تي بي 4 ليوكوتراين 4، فبالتالي انا ايش منع وجود الميدييترز سايتوكاينز كامله راحت.
طيب drugs capable of inducing hyperuricemia and gout، يعني شو الأدوية اللي أنا بستعملها لشغلات ثانية ولكن السكندري ريسبونس تبعها إنه والله من الممكن إنها تأثر لي وتعمل لي زيادة باليوريك أسيد في الدم، شو هم؟ دايوريتكس، إيثانول، إيثابيوتول، نيكوتونيك أسيد، زيناميد عفوا، سايتوتوكسيك دراكس، سليسيتس، شو السليسيتس؟ سليسيك أسيد اللي هم زي الأسبرين، فالأسبرين ممكن يكون سبب إنه يعمل لي نقرس، ليفودوبا، سايكلوسبورين، هذول الأدوية بحفزوا لي إنه يصير أنا عندي زيادة في نسبة اليوريك أسيد في الدم. signs and symptoms، شو signs and symptoms تبع الجاوت؟ بقول لك أنا بتنقسم عندي لاثنين، acute وchronic. acute راح يعمل لي acute arthritis. the metatarsophalangeal joint of the first toe often involved. nocturnal excruciating pain, swelling, redness, tenderness. بقول لك أكثر إشي بالacute بروح لي على metatarsophalangeal joint وبروح على first toe بضربه. بعمل لي arthritis فيه في الجوينت هاي، بعمل لي arthritis وبعمل لي ألم مبرح بالليل، تمام، وسويلينج وريدنس وتندرنس. طب ليش بالليل؟ بقول لك لأنه غالبا الليل أبرد من النهار، تمام، الليل أبرد من النهار، فبالتالي كونه اليوريك أسيد بمو بحب الكولدر انفايرومنت فرح يشتغل أكثر لما أنا يكون مثلا عندي برودة، تمام، علشان هيك بعمل لي بين وسويلينج وريدنس تندرنس، فألم مبرح في الليل بالأكيوت. بالكرونيك نون سيمتريك سينوفايتس، يعني ممكن يسبب لي التهاب بالسينوفيال فلويد، كرونيك جاوتي ارثرايتس، بري ارتيكولار توفوكيوس ديبوزيتس، يعني بيعمل لي ترسبات تحت سطح الجلد. في حالات الكرونيك الجاوت بيعمل لي ترسبات في سطح الجلد، تمام. the aims of treatment are to decrease the symptoms of an acute attack، اكيد يعني اي دواء اي مرض بيعمل لي inflammation انا بدي اعمل decrease the symptoms، تمام، وبدي امنع حصولها كمان مره، وبدي اعمل lower the serum urate levels للمسبب الرئيسي. انا بقطع المسبب الرئيسي اني اخفف تركيزه في الدم، حلو، واني امنع حدوث موجات ثانيه من الاتاكس. بقول لك واني احاول اخفف الاتاك اللي صايره فيها هسه، اقلل السيمبتومز تبعتها. substances available for these purposes، الان ركزوا كثير كثير كثير، وهاي لو حفظتوهم هسه بتسهل عليكم كل المحاضره، لانه بعد كم سلايد بتبلش الحكي عن الادويه هاي والوضع يصير احسن. اخذنا قبل relief inflammation and pain anacids، ودواء جديد اسمه كولشيسين واللي بنعرفه glucocorticoids. glucocorticoids anti inflammatory، والانسيدز بيعملوا لي على البين وبرضه على الانفلاميشن. شو الدواء الزياده؟ كولشيسين. كولشيسين يعني انا بحكي له انه بيشتغل زي الانسيدز زي الجلوكوكورتيكويد، صح؟ تقولي صح. بقول لك drugs prevent inflammatory responses to crystals، يعني بمنع phagocytosis of the synoviocyte. بقول لك الكولشيسين انسيدز انترليوكين 1 انهبيتورز، انترليوكين 1 انهبيتورز بيقطع لي الانفلاماتوري مثلا سيجنالز، والانسيدز بمنع الفاجوسايتوسيس، والكولشيسين برضه بمنع الفاجوسايتوسيس. طيب drugs that act by inhibition of the urate formation، يعني بمنع انا يصير عندي يوريك اسيد، الوبيورينول، فوبوكسيت، وتو اوجمنت يوريك اكسيرشن علشان يعزز من الاكسيرشن تبع اليوريك اسيد، البروبينيسيد واخذنا عنه قبل شوي، كونفيرتس يوريك اسيد تو الاتونين، الانتوين which is then exerted، يعني بقول لك اذا انا تصعب علي انه والله اطلع اليوريك اسيد، تمام، بصيغته الطبيعيه، فروح بحوله لالانتوين، تمام، وبعديها بعمل له اكسيرشن. فهذول الدواء بيكلوتيكيز ورازبيوريكيز، تمام تمام التمام. الان نبلش، انا صار عندي انا بالاكل اعطاني بيورينز او نيوكليك اسيد، صار عندي بريكج للدي ان اي واعطاني بيورينز، البيورينز تتحول لهايبوزانثين، بيجي انا عندي زانثين اوكسيديز وبيحول لي اياه لزانثين، الزانثين بتحول لبلازما يوريك اسيد، هذا نورمال فيسيولوجيكال. طيب انا الادويه وين تشتغل؟ بقول لك الالوبيورين والفيبوكستات بيشتغلوا انه على الزانثين اوكسيديز انه ما يشتغل، بالتالي ما بتحول بظل الهايبوزانثين، وبالتالي ما بصير عندي يوريك اسيد. برضه ممكن يشتغلوا لما يصير زانثين، برضه الزانثين اوكسيديز بروح يعمل اكسيديشن وبحول لليوريك اسيد، بروح الالوبيورينول والفيبوكستات يمنعوا لي هذا الحكي ويبطل، خلاص يبطل انا عندي يوريك اسيد.
طب برضه ما زبط هذا الحكي، انا ما اخذت الادويه هاي وصار عندي يوريك اسيد. طب انا كيف مثلا ما بدي يعني بدي احول دون انه يصير انا عندي ديبوزيشن بالجوينتس ويتحول لكريستلز عن طريق انه ياخذ صوديوم؟ بقول لك بليكوكوتيكيز والراز بيوريكيز بمنعوني انه انا يصير انا عندي ايش مثلا كريستلز اللي هم حكينا عنهم هسه بحولوا لي اياه لالانتوين. تمام. طيب ما اخذت انا هذول الادويه، بدي انا بس اطلع كونه المرض الرئيسي انه انا عندي اندر اكسيرشن، انا ما عندي اكسيرشن بالوضع الصحيح، بدي اطلعه انا برا الجسم. طب شو بعمل؟ بقول لك تاخذ بروبينيسيد بمنع الري ابزوربشن، فبالتالي بضل يطلع. تمام. الان برضو لما حكينا انه الشغلات اللي بتحفز وجود الجاوت مثل الدايوريتكس والاسبرين، لما حكينا السايسيتس، لما قلنا انهم بحفزوا وجود اليوريتيك كريستلز وبحفزوا لي وجودهم في الدم، كيف بمنع، كيف بحفزوا لي هذا الوجود؟ بقول لك بمنع التوبيولار سيكريشن، بمنع انه يطلع برا الجسم. هذول حيوانات يعني. تمام. الان كونوا فهمنا بشكل طبيعي شو اللي انا بصير. الان انا بدي اياكم كل هذا يعني شايفين اخر سلايدين، كمان شوي راح يكونوا نفسهم وراح ينحكوا نفس الحكي بس بزياده كم كلمه. تمام. فخليكم ركزين بالحكي اللي قبل، اذا بدكم ارجعوا لما انا بلش شرح السلايدين ارجعوا فهموهم وارجعوا احفظوهم منيح علشان ايش تكون اموركم تمام لقدام. الان تريتمنت اوف اكوت جاوت، انا بحالات الاكوت بالحاد شو بدي اعمل؟ بقول لك ريزلت الاكوت بكون ريزلت نمبر كونديشنز من خلال عده امور، اكسسيف الكحول كونسمشن، دايت ريتش ان بيورينز، او كيدني ديزيز. يعني انا الاكوت من وين بيجيني؟ اذا انا بشرب كثير كحوليات، او انا بوكل شغلات فيها كثير بيورينز، او بسبب كيدني ديزيز فبالتالي ما بطلع اليوريك اسيد. طيب المانستي اوف تريتمنت ديورينج ان اكوت اتاكس از ذا ادمنستريشن اوف انتي انفلاماتوري دراجز مثل الانسيتس، كولشيسين، جلوكوكورتيكويدز. بقول لك انه انا كيف بدي امنع المانستي المانستي اوف تريتمنت ديورينج اكوت اتاكس، يعني بحالات الاكوت انا شو بعطي؟ انا سيتس، كولشيسين، جلوكوكورتيكويدز، هذول انتي انفلاماتوري بيمنعون الانفلاميشن. دكتوره سالت سؤال بحالات الاكوت شو بعطي؟ انا سيتس، جلوكوكورتيكويدز، كولشيسين. تمام. واول فيرست لاين اوف تريتمنت بعطيهم هذول. الان سيتس موست اوفن يوز انديفيدجوالز وذاوت كومبليكيتنج كرومبويد كومو بريد كونديشنز. يعني بقول لك برضو بالمقابل انا بعطي الانسيتس للناس اللي ما بتشتكي منهم، اللي ما بصير معهم ادفيرس افكتس، فهي انتبه لها. تمام. يعني انا ما بعطي الانسيتس للي بيشتكوا منهم، بروح مثلا اعطيه كولشيسين، بروح اعطيه كورتيكويدز، عندي بديل. تمام. فاللي بيشتكي من الانسيتس بعطيه شغلات ثانيه. الموست افكتيف دراجز اندوميثاسين، نابروكسين، ايبوبروفين، ديكلوفينك، سيليكوكسيب، هذول كلهم ايش؟ انسيتس. اندوميثاسين، نابروكسين، ايبوبروفين، ديكلوفينك، سيليكوكسيب، كله اخذناهم بالمحاضره الثانيه. تريتمنت اوف اكوت جاوت، اكوت اتاكس ان نمبر اوف كونديشنز، دايت ريتش ان بيورينز. طيب هذا يعني رجع نعد هذا الحكي. الجلوكوكورتيكويدز بعطيه اي ام اور اورالي مثل البريدنيسيون، اخذناه بالمحاضره الماضيه. فور سينجل جوينت اور ا فيو انفولد جوينتس، انترا ارتيكولار، ترايا ميكينون، اسيتون، استيونايد اور ميثايل بريدنيسيون هاف بين افكتيف اند ويل توليريتد. طيب بقول لك اذا انا صابني سينجل جوينت، يعني مثلا بس بالني، مثلا الني والكاحل مثلا ضرب عندي الركبه والكاحل، انا بروح اطري انتر ارتيكولار ايش؟ ترايا ميكينولون اسيتونايد او ميثايل بريدنيسيلون، هذول الادويه هذول ادويه جلوكوكورتيكويدز. يعني انا بعطي انتر ارتيكولار جلوكوكورتيكويدز، هذول الشغلات ممتازين جدا افكتيف وبقدر يتحملهم الجسم، بتخلص من الانفلاميشن. طيب النوت، الاسبرين كونترا انديكيتد. واي ذا اسبرين كونترا انديكيتد؟ حكينا بيحتوي على السليسيك اسيد، because it competes with the uric acid for the organic acid secretion mechanism in the proximal tubule of the kidney. هيها حكيناها هون، بعمل لي competing، بيقول لليوريك اسيد روح اطلع، انا اللي بدي اطلع من الجسم، انا مش مصدق اطلع مثلا من الجسم هذا. تمام. فبعمل competing للorganic acid secretion وبقول له روح انت، لا انا اللي بدي اطلع. فهذا اللي بيصير. فالاسبرينز كونترا انديكيتد ان ايش؟ في حالات الاكيوت جاوت. السؤال الدكتوره سالت سؤال عليه، الكرونيك جاوت شو سبب الكرونيك جاوت؟ بقول لك جينيتيك ديفكت، مثلا انا صار عندي انكريز بالبيورين سينثيسيس،
يعني انا والله هذا الشخص عنده خلل جيني صار عنده ميوتيشن، بالتالي بيصنع كثير بيورين، تمام. رينال ديفيشنسي على الاخر، يعني انا يعني عندي مرض في الرينال، فبالتالي انا بيرمننت، انه انا والله اليوريك اسيد يضل موجود بالجسم او مثلا يطلع بشكل بطيء. اكسسيف برودكشن اوف يوريك اسيد اسوسييتد وذ كانسر كيموثيرابي، بقول لك انه انا والله بصير عندي في حالات، مثلا انا مريض مثلا عافانا وعافاكم الله سرطان، بعطيك كيموثيرابي، الكيموثيرابي بيعزز وجود اليوريك اسيد في الدم، تمام. فبالتالي بسبب الكيموثيرابي انا صار عندي اكسسيف برودكشن اليوريك اسيد وعزز وجوده في الدم بشكل اكبر. طيب الان كيف بدي اعالج الكرونيك جاوت؟ بقول لك التريتمنت ستراتيجيز اوف كرونيك جاوت انكلود يوز اوف يوريكوسيريك، اللي هذول شو يعني يوريكوسيريك؟ يوريكوسيريك اني انا استعمل الادويه اللي بتطلع لي اياه من الجسم. Drugs that increase the exertion of uric acid, شايفين؟ thereby reducing its concentration in plasma, بالتالي بقل بالبلازما منطقيا. And use of allopurinol, which is a selective inhibitor of the terminal steps in the biosynthesis of uric acid. بقول لك يا إما بستعمل أدوية تعمل لي increase the exertion بتطلع لي إياه برا الجسم في حالات الـ chronic gout، أو إني بستعمل allopurinol اللي وهو طبعا في بوكستات اللي حكينا عنهم هنا، هيو الوبيورينول والفيبوكستات شو بيعملوا لي؟ prevent the synthesis of uric acid، ما بيشغل لي اليوريك اسيد، تمام. طيب يوريسيريك agents are the first line agents with for patients with gout associated with reduced urinary exertion of the uric acid. يعني بقول لك انه والله اليوريك اسيد يوريكوسوريك الايجنتس، يعني الشغلات اللي بتحفز وجود انه يطلع اليوريك اسيد من الدم، هذول اول ادويه انا بعطيهم للمريض اللي عنده نقرس سببه انه بيطلع لي اليوريك اسيد بشكل بطيء. يعني مثلا انا والله بعطي اسبرين لمريض، المريض هذا باخذ اسبرين لانه والله عنده مشاكل مثلا كارديوفاسكولار ديزيزز، تمام لهون، تمام، صار معاه نقرس، الاسبرين بمنع اليوريك اسيد انه يطلع من البروكسيمال تيبيول ويطلع بيطلع عن طريق اليورين، صح؟ بتقول لي صح. بقول لك انت طيب بالحاله هاي شو بتعطي؟ بقول بعطي يوريكوسيريك. طب ليش بتعطي يوريكوسيريك؟ بقول لك انا المشكله كانت عندي انه الاسبرين بيقول لليوريك اسيد روح انقلع، انا اللي بدي اطلع محلك، صار؟ بتقول لي صار. بقول لك فانا بعالج المشكله هاي انه بقول للاسبرين وبقول لليوريك اسيد انتوا الجوز اطلعوا برا. بقول لك بالضبط هذا اللي انا بدي اعمله. طيب الالوبيورينول is preferred in patients with excessive uric acid synthesis. يعني بقول لك الالوبيورينول او الفايبروكسستات هذول الدوايين انا بفضلهم لما انا يكون عندي المشكله انه انا بصنع كثير يوريك اسيد. يعني انا مثلا الدايت مثلا شو الحاله الطيبة هاي؟ بقول لك مثلا انا الدايت تبعي والله بوكل كثير مثلا بيورينز، صح ولا لا؟ اذا انا بوكل كثير بيورينز بالتالي انا بصير انا عندي ايش؟ اكسسيف يوريك اسيد سينثيسس، فبالتالي بصير عندي جاوت، تمام. With the previous histories of uric acid stones بسبب يعني انا صار عندي مثلا صار عندي حصوات or with renal insufficiency، يعني انه انا والله بصراحه عندي مشاكل بالرينال، فبالتالي بعطي الوبيورينول. طيب الان مراجعه سريعه الوبيورينول وفايبوكسستات هذول شو انا بستعملهم اني امنع يوريك اسيد سينثيسس، تمام التمام. طيب واعطيني مثلا ادويه على اليوريكوسوريك ايجنتس، شو بتقول لي بروبينيسيد، بقول لك 100% خلاص انت الان ما شاء الله عليك الطاقه، خلاص مش مجال ما في حدا بيحكي معك الان. طيب individual agents كل شيء سين قلنا زي أنا سيد، صح ولا لا؟ بتقول لي صح. بقول لك هو الكالويد plant الكالويد has been used for treatment for acute gout attacks as well as chronic gout. يعني بستعمله في الكرونيك وبستعمله في الأكيوت. بتقول لي تمام، يعني أنا بستعمله لكل شيء. بقول لك 100% neither uricic or analgesic. يعني بقول لك لا هو بيسكن الألم ولا هو بيحفز إنه يطلع لي اليوريك أسيد برا الجسم. بتقولي طب معنى شو بيعمل؟ بقول لك relieves pain in acute attacks of gouts، تمام؟ طبعا هون يعني
لو انه تم كتابه السطر هذا بشكل وصوره احسن، لانه صح حكينا انه هو ما بيطلع اللي اياه برا الجسم اليوريك اسيد ولا هو مسكن، بس بيقول لك بالرغم من ذلك، بالرغم انه مش مسكن، هو ريليفز ذا بين ان اكيوت اتاكس اوف جاوت. يعني في حالات الاكيوت اتاك بالنقرس هو بخفف لي الالم. ليش بخفف لي الالم؟ لانه اناسيد، زي الاناسيد عفوا، يعني الكولشيسين منع وجود الانفلاميشن او خفف اعراض الانفلاميشن، فبالتالي بيخفف الالم. فاذا بدي اعدل هاي الجمله بقول لك اتس نوت ا دايركت انرجيسك ايجنت، بس بشكل اندايركت لانه خفف السيمبتومز فبالتالي بخفف لي البين. تمام؟ فهاي يعني دايركت نو، بس اندايركت ات وود، يعني it would relieve the pain. Colchicine does not prevent progression of gout to acute gouty arthritis. بيقول لك إنه ما بمنع إنه يصير أنا عندي الجاوت، طب مثلاً أنا لسه بالمراحل الأولى، من إنه يتطور لأكيوت arthritis. تمام؟ but doesn't have a suppressive, but it does have a suppressive prophylactic effect that reduces the frequency of acute attacks and relieves pain. يعني بقول لك باختصار، هو ما بمنع تطور المرض، يعني مش خلص بقول لك انا مش قادر امنع تطور المرض انه يعمل لي ارثرايتس، ولكن انا بامكاني اضبط الانفلاميشن، بامكاني امنع مثلا انه يصيبني انا اتاكس ثاني تبعت الجاوت. تمام؟ وبامكاني انا اخفف الالم بشكل اندايركت من خلال اني اخفف السيمبتومز. تمام؟ الانسيدز largely replaced colchicine. بيقول لك انه والله الانسيدز يعني بدلوا الكولشيسين في التريتمنت ولا الاكيوت جاوت اتاكس، لانه مثلا الانسيدز احدث افضل. تمام؟ فانت احفظها، الانسيدز اخذناها كثير فهي افضل من الكولشيسين اللي اخذناه مره. تمام؟ الكولشيسين is currently used for prophylaxis of current attacks of recurrent attacks and will prevent attack in more than 80% of patients. صح كده انه بمنع وجود ان اكيوت اتاكس كمان مره. اي مهند بقول لك هو بمنعها بنسبه 80%، فبنستعمله كدواء للوقايه من الاكيوت اتاكس. تمام؟ الفارماكوكينيتكس كولشيسين ادمنستريتد اورالي، انا باخذه عن طريق الفم فولود باي رابيد ابزوربشن فروم ذا جي اي تي، يعني بصير له سريع الامتصاص. كولشيسين ريسايكلد ان ذا بايل اند اكسيرتد ان تشينج ان ذا فيسز اور يورين، يعني انا بصير له ريسايكل في البايل وبطلع عن طريق، ما بصير له يعني كيف اقول لكم، كونه صار له اعاده تصنيع، يعني خلينا نعتبرها الريسايكل هاي اعاده تصنيع، فبطلع unchanged يعني زي ما هو بطلع عن طريق الفيسز او اليورين. في سؤال يوز شود بي افويدد ان بيشنتس وذ كرياتينين كليرانس ليس ذان 50%. بقول لك ليش؟ انه انا لازم يعني ما اعطي الكولشيسين للناس اللي معاهم الكرياتينين كليرانس اقل من 50 ملي بير مينيت. بقول لك لانه الكرياتينين كليرانس اذا صار امبيرمنت فيه، فبيعطيني انديكيشن انه انا عندي امبيرد كيدني فانكشن، انا الكيدني ما بتشتغل بشكل منيح، وكونه بيطلع عن طريق اليورين ف برضه هو ما راح يطلع بشكل جيد، صح ولا لا؟ فبدنا ننتبه. فهون السؤال ليش؟ لانه انا عندي، ليش ما بستعمله؟ لانه مثلا بصير له ايش اكسيرشن عن طريق اليورين، او تمام، او ليش should be avoided in patients؟ بقول لك لانه عندهم creatinine clearance less than مثلا 50 مليليتر per minute، فهذا بدل على impaired kidney function. الكولشيسين modulates multiple pro and anti-inflammatory pathways associated with gouty arthritis. بقول لك انه هو يعني بيعمل على توازن، بيعمل على تثبيت وترتيب وتحسين الامور اللي بتتعلق انه انا يصير عندي inflammation في اكثر من في الجوينت او بالجوينت اللي عندها انفلاميشن. كل شيء يصير بريفنتس مايكروتوبيول اسمبلي اند ثيربي ديسربس انفلاموزوم اكتيفيشن مايكروتوبيول بيست انفلاماتوري سيل كيموتاكسيس، يعني باختصار بمنع الانفلاماتوري سيل كيموتاكسيس، يعني بمنع تواصل الخلايا بين بعض، يعني بمنع بالنهايه انه ايش يصير انا عندي ايش انفلاميشن. وجنريشن فليكوتراين سيتوكاينز اند فاجوسايتوسيس، يعني هذا حكي اميون وليس حكي فارما، يعني باختصار الفارما بهمه ان بمنع الكيموتاكسس والليوكوتراينز والسيتوكاين وفاجوسايتوسس، بمنع انهم يصير لهم جينيريشن وبمنع الكيموتاكسس، انه عمليه جذب الانفلاماتوري سيلز للايش للسايت اوف انفلاميشن. هذا بهمك كفارما. الكولشيسين الادفيرس افكتس نوزيا فوميتنج ابدومينال بين دياريه،
راح يعمل لي هذول الادفيرس افكتس. كرونيك ادمنستريشن ماي ليد تو مايوباثي نيوتروبينيا ابلاستيك انيميا او الوبيشيا. يعني بقول لك انا باخذ لفترات طويله بحالات الكرونيك راح يصير معي مايوباثي نيوتروبينيا ابلاستيك انيميا والوبيشيا. وكونترا انديكيتد بريجنسي ممنوع انه ياخذوه مرات الحوامل ولازم انا استعمله بحذر. حكينا الهيباتيك والرينال والكارديو فاسكولار برضو ديزيزز. يعني انا عندي سؤال all the following except شو الحالات اللي بتستدعي اني استعمله بحذر؟ الهيباتيك والرينال كارديو فاسكولار ديزيز البيشنت اللي عنده هذول او واحد منهم على الاقل. الفيتال دوز يعني الجرعه المميته بتكون من 7 ل 10 مايكروغرام اللي هي الاوفر دوز اللي هو بيعمل توكسيسيتي اند ديث. الان اليوريكوسيريك ايجنتس الشغلات اللي بتحفز انه يطلع اليوريك اسيد برا الجسم. طبعا كتابه السلايدات هاي انا يعني شو ما اعبر ما راح اوصف قد انها سيئه على الاخر. الله بيهنا. بحاول الان ابسطها ان شاء الله لكم. بقول لك بالبشر اليوريك اسيد باس فري للجلوميرولر فلتريت، بروح بيعمل له فلتريشن عن طريق الجلوميرولر فلتريت، وبعدين بروح للبروكسيمال تبيول. البروكسيمال تبيول بيصير له ري ابزوربشن ولا سمول اماونت سيكريتد. الان اللي صار له ابزوربشن بيروح، واللي صار له خلص اللي نزل عن طريق اليورين راح. يعني بصير انا عندي ري ابزوربشن بصير عندي سيكريشن بروح على سيكريشن. بيقول لك by a small amount is secreted into the tubule by an anion secreting mechanism. يعني بالتالي the net result is exertion approximately من 8 ل 12% of filtered urate. يعني بيقول لك انه مثلا فات 100% تمام، مين اللي عدى الفلتريشن وخرج خرج برا اليورين؟ بس نسبة ما 8 ل 12%. متخيلين قديش نسبة ضئيلة؟ قليلة. يعني بقول لك secretory mechanism is generally inhibited by low doses of drugs that affect uric acid transport while higher doses are needed to block reabsorption. يعني بقول لك لما انا اخذ low dose من مثلا انا عندي propionicid، صح حكينا البروبينيسيد شو بيعمل؟ بيعمل بلوك للترانسبورتر تبع اللي بيقول لليوريك اسيد تعال، بمنع الحدوث هذا الاشي وبخليه يطلع باليورين، صح؟ بقول لك صح. اذا اخذت دوز ضئيله من البروبينيسيد شو راح يصير انا عندي؟ دركس ذات افكت اسيد ترانسبورت بيعمل لي انهبيشن جنرالي انهبيتد باي لو دوز اوف دركس ذات افكت يوريك اسيد ترانسبورت. طيب انا بقول لكم يعني سيكريتوري ميكانيزم از انهبيتد، يعني لما انا اخذ لو دوز اوف بروبينيسيد شو راح يصير عندي؟ راح اعزز انه اليوريك اسيد يرجع للدم، صح ولا لا؟ سيكريتوري ميكانيزم راح يبطل، يعني راح يبطل يروح لليورين، راح يرجع لي انا عملت انهبيشن يروح لليورين فبرجع لي انا. ولكن اذا اخذت هاير دوز بمنع الريابزوربشن، عرفنا؟ فبتكون يعني مثلا انا بقول لكم شو اللي بيصير. واحد معاه نقرص اجى للدواء مثلا بقول له حبتين بعد الاكل توكل غدا عشاء فطور غدا عشاء، يعني ثلاث مرات لازمك، بقول له تمام. بروح خينا بالله سمحها قديش حبه، باخذ حبه، بالتالي راح يسوء وضعه. ليش؟ لانه اللودوز سببت لي انه اليوريك اسيد يظل اكثر في الجسم، عرفنا؟ فسيتش دراكس ثير فور تن تو كوز ريتينشن اوف يوريك اسيد ات لو دوزز، راح يعمل لي احتباس بالتالي ما يطلع. وايل بروموتينج اتس اكسيرشن ات هاير دوزز، وبحالات الهاير دوزز راح ايش؟ راح يعمل الجاب ذات از مينت تو بي. انه الشغل اللي تصنع لاجلها. Both propionicid and sulfapyrazole inhibit the secretion as well as the reabsorption of urate if given subtherapeutic doses. بقول لك انه والله البروبينيسيد والسلفيبيرازون هذول دوايين بمنعوا لي الريابسوربشن، ولكن اذا اخذتهم subtherapeutic يعني تحت ما تحت العلاج يعني لو دوز راح يعمل لي ايش؟ inhibit the secretion. ولكن اذا اخذتهم بوضع طبيعي بمنعوا لي الريابسوربشن. تمام؟ كان اكشن انكريز بلازما يوريك كونسنتريشن، شايفين اذا اخذتهم بالسبثيرابيوتيك دوز. المينتنس اوف ادكويت يورين فلو اند الكلينايزيشن اوف ذا يورين ديورينج ذا فيرست سيفرال دايز اوف يوريكوسيريك ثيرابي فيرذر ديمينيش ذا بوسيبيليتي اوف يوريك اسيد ستون فورميشن. بيقول لك انه علشان ابلش بشكل صحيح وعشان امنع وجود يصير انا عندي ستون فورميشن حصوات، بيقول لك انا لازم اعمل الكلينايزيشن لليورين. ليش؟ لانه بقول لك اليوريك اسيد بحب الاسيديتي، انا بروح اغير راي انا كيف بقول لك اروح اذايقه وبعمل له الكلينايزيشن لليورين، فبالتالي ما بعمل لي ستون فورميشن، ما بعمل لي كريستلايزيشن. تمام؟ بقول لك ان اديشن
Propionation can inhibit tubular secretion of other organic acid. Increase the plasma concentration of penicillins. يعني بقول لك مش بس بشتغل على الجاوت, يعني في حالات اللي إذا أنا أخاف, عفوا مش معناه بخاف الجرعة, معناه بنرفع الجرعة. يعني إذا أنا عندي propionation inhibit tubular secretion of other organic acids. يعني بقول لك في أدوية هي organic acid, وكونه برضو الدواء برضو organic acid, اليوريك acid برضو organic acid, فبالتالي أنا عندي أدوية ثانية organic acid. طيب ما هنا فوتنا بدوامة, بقول لك من الممكن يعني مثلا إذا أنا عندي مريض بستعمل penicillins, cephalosporins, sulfonamides, indomethacin, واخذت معاهم propionated, بيعمل لي بيطول لي الهالف لايف تبعتهم, بيعمل لي انكريز البلازما كونسنتريشن, بمنع يحول دون انهم يطلعوا عن طريق اليورين. ليش؟ لانهم اورجانيك اسيدز. هذول الادويه, هذول اربع ادويه, بنسلين, سيفالوسبورين, سلفانامايدز, انتوميثاسين, هذول اورجانيك اسيدز, فبالتالي ببطل يخليهم يطلعوا برا الجسم, فبزيد الهالف لايف تبعهم, فبالتالي ممكن يسبب لي توكسيسيتي. فهي دراج انتر اكشن, بروبينيسيد بيشتغل دراج انتر اكشن فيري باد, فيري باد. يورسيك ايجنتس الادفيرس افكتس شو ممكن يعمل؟ جاستروستينال ريتيشن, راش وهايبر سنسيتيفيتي, بيرسيبيتيشن اوف اكوت جاوتي ارثرايتس, ممكن يسبب لي بيرسيبيتيشن. ليش؟ لانه اذا اخذته سب ثيرابيوتيك ممكن يسبب لي او فهي ادفيرس افكت. ستون فورميشن من الممكن اذا ما انا استعملت ما عملت الكالينايزيشن لليورين. Of those two agents, propionated is the most frequently used as a uricosuric, أكثر من السلفيبيرازون, سلفينبيرازون. ليش؟ ليش أنا بستعمل propionated أكثر من السلفيبيرازون؟ بقول لك لأنه السلفينبيرازون عنده adverse effects أكثر من الإيش propionated. فالpropionated يعتبر safer at some point, better than the sulfenpyrazone. عرفنا؟ شو موانع اني ما استعمل مثلا بروبينيسيد او السلفينبيرازول؟ بقول لك اليرجيك لهاي النوعيه من الادويه, او اللي عنده امبيرد رينال فانكشن. تمام, يعني امبيرد رينال, يعني انا ما استفدت. يعني انت عندك امبيرد رينال فانكشن, اصلا الخلل اللي عندك كان انه انت كليتك ما بتشتغل بالوضع الصحيح وما بتطلع اليوريك اسيد. انا حتى لو اعطيت دواء يحسن خروجك, يعني مثلا اذا انت حاولت تصلح شغله خربانه, يعني او مثلا حاولت انت تشغل شغله خربانه ما راح تشتغل, صح؟ انت اصلا كدني خربانه عندك, فانا كيف بدي اشتغل هاي بهاي الطريقه, صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هيستوري اوف رينال كالكولي, يعني انه والله بسبب بيعمل لي انه البيشنتس عنده مثلا اكثر من مره صار عنده حصوات. طب ليش كونترا انديكيشن؟ شو الرابط؟ يعني بقول لك الستون الادفيرس افكتس تبعه بيعمل ستون فورميشن. تمام, ان بيشنتس هو اوفر برودوسرز اوف يوريك اسيدز, يعني على الفاضي هذا الحكي, فور سوتش بيشنت اليوبيورينول شود بي يوزد. يعني بقول لك المش على الفاضي, يعني لو اعطيتهم بروبينيسيد ليش على الفاضي؟ بقول لك مشكلتهم انهم بيعملوا لي سينثيسس كثير لليوريك اسيد, اوفر برودوسرز. مشكلتهم ما كانت انه يطلعوا لي, لا مشكلتهم كانت بالتصنيع, عرفنا؟ فانا على الفاضي, فانا بروح اعطي الوبيورينول بمنع تصنيعه احسن لي. وهي بنبلش بالالوبيورينول. الالوبيورينول انهبت زانثين اوكسيديز زي ما حكينا, بريفنس ذا سينثيسيس اوف يوريت من الهايبوزانثين او الزانثين, صح ولا لا؟ It is used to treat hyperuricemia in patients. انا مره بحكي يوريكيميا مره بحكي يوريسيميا ترى, فبناء على البرونونسيشن تبعها. In patients with gout and to prevent it in those with hematological malignancy and about to undergo chemotherapy, acute tumor lysis syndrome. طيب نفكك حبه حبه. بيقول لك الكيموثيرابي بيعزز, قلنا قبل شوي انه بيعزز وجود الكريستلز, صح؟ في الهيماتولوجيكال مالجنسيز, صح؟ صح. فبقول لك الالوبيورينول لما انا اعطيه للبيشنتس اللي معاهم جاوت منع اليوريك اسيد سينثيسيس, صح؟ بتقول لي صح. بقول لك طيب لو اعطيت لواحد معاه كيموثيرابي هل بمنع تعزيز وجود اليوريك اسيد؟ بقول لك اه, منع تعزيز وجود, منع فرصه وجود اليوريك اسيد, عرفنا؟ فالاكيوت تيومور لايزس سيندروم شو هاي؟ هذا سيندروم انه والله بسبب استعمال كيموثيرابي للهيماتولوجيك مالجنسيز لامراض الدم, لو كنت استعملت لهم لعالجهم كيموثيرابي عملوا لي يوريك اسيد,
فانا بعطيهم الوبيورينول فبيعمل لي اكيد تومور لايزس سندروم. عرفنا شو يعني هاي السندروم. even thought under exertion rather than over production is the underlying defect في most gout patients. زي ما حكينا انه مشكلتهم بتكون عدم خروج اليوريك اسيد بالوضع الطبيعي مش اوفر برودكشن. الوبيورينول ريمينز افكتيف ثيرابي. بقول لك باي حال فهو بيكون دواء فعال. طيب ليش يا مهند؟ ليش يعني انه مثلا حتى لو كانت المشكله عمليه خروج اليوريك اسيد كانت مضروبه انه برضه بضل دواء فعال الالوبيورينول رغم انه بمنع بنستعمله بحالات الاوفر برودكشن؟ بقول لك اذا انا عندي مشكله, اذا انا عندي نقص بخروج اليوريك اسيد من الجسم كيف بدي اعوضها؟ اعوضها بنقص برضو بالتصنيع, صح ولا لا؟ يعني بحاول انقص التصنيع قد ما اقدر منه, بخفف على الجسم كميه اليوريك اسيد الموجوده فيه, صح ولا لا؟ فهي منطقيه. فاحنا زي ما احنا شايفين هيو الالوكسانثين بتحول لزانثين اوكسيديز, فأنا بستعمل الوبيورينول فبالتالي يمنع تكوين اليوريك أسيد بالتالي. تمام؟ الوبيورينول بإمكانه يعمل دراج انتراكشنز. طب مع مين؟ دراج انتراكشنز أسنخ إشي في المحاضرة بصراحة بصراحة. الوبيورينول انهبتس ديجراديشن 6 ميركابتوبيورين وأزاثيوبراين. يعني بمنع لي ديجراديشن اللي بيصير لل 6 ميركابتوبيورين وأزاثيوبراين, وبالتالي أنا لازم أخفف الدوز تبعتهم علشان يحاولوا, يعني كيف أشبه لكم إياها, يهربوا منه. But not that الثيوغوانين يعني هو بيعمل inhibit للديجراديشن تبع الميركابتوبيورين وازاثيوبراين, فأنا بقلل جرعتهم بالتالي علشان يستثنوا حالهم من الديجراديشن. مع بس الثيوغوانين لا. طب ليش الثيوغوانين لا؟ لأنه بروح different metabolic path, يعني هذولا بنزلهم بخفف الجرعة تبعتهم وبنزلهم already degraded فيروحوا مباشرة as active مثلا. اما الثيوغوانين ما بياثر عليه, يعني الثيوغوانين خلينا نحكي انه اذا الوبيورينول تنمر على هذولا فما بقدر على هذا. ليش؟ لانه هذا بقول لك انا بروح طريق مختلف. البروبينيسيت given with الوبيورينول has a complex interaction, يعني كان البروبينيسيت والالوبيورينول يتفاعلوا مع بعض. والبروبينيسيت shortens الهاف لايف للالوكسانثين, الوبيورينول prolongs الهاف لايف للبروبينيسيت. يعني بروح يتنمروا على الاساس اللي بيصنع اليوريك كريستالز. اذا انا اخذت هذول الاثنين مع بعض بروح البروبينيسيت يخفف الهالف لايف تبع الالوكسانثين, والالوبيورينول بيطول البروبينيسيت, فبالتالي انا بكون عندي ايش مور افكت للالوكسانثين انه يقل عمله. زي ما انتم شايفين هنا الالوكسانثين بمنع وجود الزانثين اوكسيديز, عفوا الالوكسانثين بمنع تكون الانزيم اللي بيعمل لي اليوريك اسيد, فهذا شغلة الالوبيورينول بروح على هذا الهرمون او هذا الانزيم, ما عندي فكرة بصراحة, بروح يمنع الزانثين اوكسيديز فبمنع وجود اليوريك اسيد. تمام؟ فهذا اشي خطأ انه بيصير انا عندي بروبينيسيت مع الالوبيورينول. ليش؟ لانه البروبينيسيت بروح يقلل الهاف لايف تبع الالوزانثين, تمام؟ والالوبيورينول بيطول البروبينيسيت, فخشت بعض. يعني البروبينيسيت انا بقلل لي الهالف لايف تبع اليوريك الالوزانثين, فبالتالي هذا اليوريك اسيد بيزداد. تمام؟ والالو بيورينول هذا دواء ثالث بيطول لي الهالف لايف تبع البروبينيسيت, فمور ايش, فمور افكت لانه يقلل لي اليورو الالوزانثين, فبالتالي برفع. يعني مثلا اعطيكم اياها باختصار, انا عندي دوايين, الدوايين هدفهم يقللوا لي اليوريك اسيد, صح؟ لما استعملهم مع بعض بيزيدوا اليوريك اسيد. تمام؟ الالوبيورينول كان بوتنشيت وورفرين والثيوفيلين باي انهبيتنج ذير ميتابوليزم, بامكانه انهم يقولوا لي الوورفرين هو مميع قوي والثيوفيلين برضه دواء الثيوفيلين عن طريق انهم بيعملوا لي انهبيشن ذير ميتابوليزم, فبقول له يلا روح طلع الله معك, ايك انت فوتت قوي. اهير incidence of skin rashes has been reported when ampicillin is given to patients with on ايش allopurinol. بقول لك انه والله لما انا اعطي ampicillin مع allopurinol راح يعمل لي skin rashes. allopurinol therapeutic uses, انا ليش وين بعطيه؟ oral use effective therapy, بيعمل لي hyperuricemia of gout and hyper uricemia secondary to polycythemia vera. يعني مثلا والله effective therapy لما انا بلش بالبرايمري
هدفه الجاوت، وبرضه عنده هدف انه لما انا يصير عندي بوليسايثيميا فيرا وهو زياده في عدد خلايا الدم الحمراء او عدد خلايا الدم بشكل عام وخاصه الحمراء، ممكن يسبب لها هايبر يوريسيميا، فبالتالي برضه بعالجها رغم انه سكندري. هذا يعني الهايبر يوريسيميا كانت العرض الثاني، كانت الشغل الثاني اللي تطلع. الشغل الاولى صار عندي بوليسايثيميا فيرا، الشغل الثاني اللي طلعت هايبر يوريسيميا، تمام. فبرضه الالوبيورينول بيشتغل انه يعمل لي يمنع هذا الوجود الاشي. مايلويد ميتابليجيا اند اذر بلاد ديسكارياس او اكيوت تومور لايز سيندروم برضه يعني بوليسايثيميا فيرا، مايلويد ميتابليجيا، وبرضه شغلات البلد ممكن تصير عندي ديس اوردر واكيوت تومور لايز سيندروم. يعني هذول الاربع شغلات راح يعملوا لي سكندري هايبر يوريسيميا، برضه الالوبيورينول برضه بيشتغل عليهم. فان مانجد اوف كاونت كاستمري يعني من باب الاعتياد انه انا ببلش ايش، ببلش الدواء بايش، كولشيسين بعدين الالوبيورينول، بخفف الانفلاميشن، بسيطر على الانفلاميشن، بمنع الانفلاميشن على الكامل، ببلش الالوبيورينول بمنع وجود الكريستالز. هذا الوضع الطبيعي. فلا تبلش الدواء الالوبيورينول بعدين كولشيسين، لا، انت منعت وجود مثلا اليوريك اسيد لما بلشت الالوبيورينول، بس هل خففت الانفلاميشن؟ لا. طب خليني اخفف الانفلاميشن بعدين ايش، اخفف اليوريك اسيد. فلويد انتيك شود بي سفيشنت تو مينتين ديلي يورينري فوليوم، اني اشرب مي كثير برضو اكثر من 2 لتر علشان ايش، سلايتلي الكالاين يورين از بريفيرد، برضو اني احاول اني اعمل ايش بول قاعدي افضل، لانه علشان تو بريفنت انه يصير to prevent stones انه انا يصير عندي ايش حصوات. الادفيرس افكتس tolerated by well by most patients، بقول لك كل البيشنتس تقريبا او معظمهم بتحملوه بشكل منيح، بس most common hypersensitivity reaction may occur after months or years of medication. يعني من ممكن انه انا يصير عندي ايش hypersensitivity reaction بعد عده شهور او سنوات من العلاج. cutaneous reaction prominently pruritic erythematous or macropapular eruption، ممكن انا يصير انا عندي هذولا من خلال الهايبر سنسيتيفيتي تعمل كيتينوس رياكشن، وغالبا الليجر راح يكون نيوريتيكاريال يعني طفح او بروبوريك، تمام. ريرلي توكسيك ابيديرمال نيكرولايزز، ممكن تسبب لي اس جي اس سيندروم، ستيفن جونسون سيندروم، اللي هي بتاثر لي على الميوكس على السكن والميوكس ميبرين، وبالتالي ممكن تطور لي زي ما قالت الدكتوره بعد فتره تطول لي نيومونيا، تمام، which it can be fatal. The risk of SGS limited primarily، بقول لك خلال أول شهرين صار معي SGS بوقف الدواء وببلش علاج للSGS، ما صار خلال أول شهرين SGS معناته خلاص ما رح يصير أنا عندي هذا الحكي، تمام. ممكن يسبب لي فيفر، ماليجيا، مايلجياس، also may occur، تمام. الدواء الأخير بالنسبة إنه نأخذ عنه الفايبوكسوستات. الفايبوكسوستات نفس الألوبيورين، non-purine selective inhibitor of xanthine oxidase، بمنع وجود بمنع تكون اليوريك أسيد. it works by non-competitively block molybdenum purine center which is the active site on xanthine oxidase. يعني بروح على molybdenum purine، هذا مكان بطلع منه الانزيم xanthine oxidase، هذا الانزيم بحول لي اليوريك أسيد، فأنا بروح أمنع وجود هذا الانزيم، بالتالي ما في عندي يوريك اسيد. It is used in the treatment of chronic gout and hyperuricemia، برضو بستعمله انا بالكرونيك وبحالات اذا انا صار عندي زياده في الدم. السايد افكتس نوزيا، دياريا، ارثرالجيا، هيديك، انكريزد هيباتيك سيروم انزيم ليفلز اند راش، يعني ممكن ياثر لي يعمل لي هيباتيك امبيرمنت، فبدك تنتبه لما انا اعطي هذا الشيء. دراج انكريزنج ميتابوليزم، يوريت أكسيديز ميتابولايزز إنسوليبل يوريك أسيد تو سوليبل ألانتوين إن ذا بيرتس، بيقول لك إنه أنا والله عندي يوريت أكسيديز، هذا اليوريت أكسيديز يوريكيز نوع إنزيم ثاني غريب غير موجود بجسم الإنسان absent in humans، بحول الإنسوليبل لسوليبل، تمام، في البيرتس، هذا حكي في الطيور. فالبشر لما شافوا هذا الاشي قالوا ليش ما نجربه على الانسان، نعمل زيه للانسان علشان ايش، اعزز انه هذا الاشي يطلع برا الجسم، اليوريك اسيد يطلع برا الجسم بشكل احسن لما يكون ايش سوليبل. ريكومبيننت يوريت اوكسيديز از ناو افيلبل از راس بيوريكيز،
فصمموا دواء عندنا اسمه راز بيوريكيز بيعمل لي اليوريك اسيد از ا سوليوبل الانتوين، بحول لي اياه لالانتوين. يعني اليوريك اسيد بتحول لالانتوين سوليوبل بطلع برا الجسم. فانا لما اعطي راز بيوريكيز لمريض راح يتحول اليوريك اسيد لشيء اسمه الانتوين، وهذا الالانتوين شيء سوليوبل وبطلع برا الجسم. تمام. بيكلوتيكيز از انذر سيميلر دراج، هذا دواء ثاني بيجليتد تو انكريز دوريشن اوف اكشن، يعني نفس الشيء نفس الشيء بيشتغل نفس الشغله انه بيحول لي اياه لالانتوين اليوريك اسيد، بس انه ايش عنده زياده في الدوريشن اوف اكشن، يعني بيطول بزياده. يعني مثلا اذا هذا 6 ساعات فهذا 8 ساعات او 12 ساعه، فهذا شيء منيح. بيكلوتيكيز وراسبيوريكيز ار ادمنستريتد عن طريق الاي في، وهنا سالت سؤال الدكتوره عن طريق ايش اي في، and are indicated only in patients with chronic gout refractory to other treatments، يعني بس بعطيهم في حالات الكرونيك جاوت. متى انا بعطي بيكلوتيكيز والراسبيوريكيز؟ في حالات الكرونيك. ماشي. طيب انترليكين 1 انهبيتورز، وهو هذا اخر سلايد باختصار. انترليكين 1 انهبيتورز يعني اني امنع ايش الانفلاميشن. تارجتينج انترليكين 1 مثل انا كينرا كلا كونيماب رايلو رايلو نسبت are used for the treatment of gout، هذول الثلاث ادويه بيستعملوا لي علشان اني اني مثلا اعالج النقرس. كيف these agents provide a promising treatment option for acute gout in patients with contraindications too or who are refractory to traditional therapies like NSAIDs or colchicine. بيقول لك يعني انه اي مريض عنده مشاكل انه ياخذ كولشيسين او NSAIDs بروح انا اعطي انترليكين 1 انهبيتورز. تمام. يعني اللي عنده مشاكل بهذول الدويين بروح انا اعطي ايش الانترليكين 1 انهبيتور. A recent study suggests that canakinumab a fully human interleukin 1 beta monoclonal antibody can provide rapid and sustained pain relief at dose of 150 microgram subcutaneously. بقول لك انا عندي دواء جديد اسمه او مش دواء جديد، بقول لك انا عندي دراسه جديده اثبتت لي انه انا عندي دواء اسمه كانكونيماب. الكانكونيماب هيو اخذناه هنا. طيب الكانكونيماب بقول لك هذا الدواء fully human بستعمله للهيومنز. هذا الدواء كيف بيشتغل؟ بيقول لك هذا انتي انترلوكين 1 بيتا مونوكلونال انتي بودي. طيب وشو مثلا الاند ريزولت تبعته لاني استعمله؟ بيقول لك ريليف ذا بين، بخفف البين تبع النقرس تحت جرعه 150 مايكروغرام وبعطيه سب كوتينيوسلي. تمام تمام. وهي خلصت المحاضره. عارف الريكورد طويل بس المحاضره زنخه، شو نعمل يعني؟ والله انتم زي ما انتم شايفين. فالله يعطيكم الف عافيه. ده اللي كمل لهون، الله يعطيك ألف عافية، شكرا إنك درستها، أشكرك جدا. الله يعطيك ألف عافية، ونراكم إن شاء الله في محاضرات قادمة. أصبروا علي بالله عليكم يا زملائي ويا زملائي يا أخواني يا حبايبي، بس ممكن إذا سمحتوا تصبروا علي شوي لأنه هالفترة كنا مضغوطين وأنا طالب زي زيكم، فبتكون تستنوا شوي علي على الشروحات إن شاء الله. تمام. شكرا لتفهمكم، دمتم سالمين، الله يديم عليكم الصحة والعافية، الله يقوينا ويساعدنا بدراستنا. دمتم سالمين، والسلام علينا وعليكم.